So friends, thank you very much. Before we begin, first, some instructions. You will find on your tables headsets for interpretation by our professional interpreters behind door number one and door number two back there. So the instructions to use these headsets are very simple. That's usually the precursor to, oh my God, where's my teenager to explain it to me? The instructions are very simple. Make sure they are plugged in. Okay. Once you're sure that the headphones are connected to the set, you press the one button on the front. That's the on-off button. I hope you're with me so far. Okay. Now, if you would like to hear our conversation in English, channel one. If you would like to hear our conversation in Arabic, channel two. If you would like to hear our conversation in another language, there's a bar on the second floor. I'm sure you can find someone who'll do the translation for you. And when we are finished, because I'm told it is $300 per handset, when we are finished, please leave them on your table. Thank you. All right. Serious business. Just as a word at the outset, I have gotten to know our guest, Dr. Mohammed Al-Issa, over the course of the past 5 months, and I am truly delighted that you, sir, are here with us tonight. I'm delighted that I have been able to make this friendship with you. I'm delighted that you have responded so speedily and fully and generously to every request that I have ever made of you. I hope that after this conversation, you will still answer my emails. But it's a very serious remark that at the very beginning, I want to extend my personal thanks to you. So thank you. So if we can just begin, Dr. Mohammed, as you just heard, yesterday you visited the Holocaust Museum. Can I ask you what your reaction was to that visit? شكرا لكم. أولا أحب أن أعبر في بداية هذا اللقاء عن سعادتي بوجودي بينكم وسعادتي بهذا اللقاء الذي يجمع الثقافات والحضارات ويجمع الأفكار نحو التفهم والوئام والمشتركات التي نتفق عليها جميعا وهي كثيرة جدا وكنا دوما نشير إلى أن 10% من هذه المشتركات الإنسانية كفيلة بتحقيق السلام والوئام العالمي. هذا اللقاء أنا سعيد جدا به وسعدت وتشرفت بصداقة السيد روب وهو من أعز أصدقائنا في المجال الفكري والمجال أيضا التحليلي السياسي وكانت هناك
هناك أفكار متبادلة وعلمت عن الذكرى السنوية للهولوكوست وحدثني صديقي السيد روب عن هذه الحادثة وذكرني باحتفالها أو ذكراها السنوية. الحقيقة أن هذه الذكرى المؤلمة درسنا عنها في الصغر وكانت دراستنا عنها متجردة وعادلة وكنا ننظر إلى هذه القضية بالنظر الوثائقي الذي يسرد التاريخ بوثائقه. وكانت عندنا من الصغر حقائق تاريخية عن هذه الفاجعة الإنسانية التي هزت الكيان الإنساني وأصابت الإنسانية بوصمة عار كبيرة جدا. الحقيقة هذه الوصمة استمرت عند من لا يزال ينكر هذه الحادثة أو يقلل من شأنها. كتبت الرسالة التي ذكرها زميلي وصديقي السيد روب إلى السيدة سارة مديرة المتحف الهولوكوست وهي تعبر عن مشاعري، وهذه الرسالة كان لها أصداء كبيرة جدا في العالم الإسلامي. و بحكم أن مؤسستنا الإسلامية لها ثقلها ولها وزنها ويصغى إليها جيدا في العالم الإسلامي، فإننا ننطلق من الحقائق ولا ننظر إلى أي اعتبارات ولا أي سياقات قد تؤثر على الحقيقة أو قول الحقيقة أو العدالة في المنطق. هذه الرسالة كانت بعيدة كل البعد عن أي دلالات أو اعتبارات سياسية أو أي اعتبارات أخرى، كانت إنسانية بكل ما تعنيه الإنسانية. اطلعت أيضا على الكثير من الوثائق والأفلام عن هذه الفاجعة التاريخية المؤلمة والتي أنا أعتبرها أنها غير مسبوقة في التاريخ الإنساني. تذكرنا هذه الفاجعة الإنسانية المؤلمة بأن البشر عندما تنزع منهم القيم الأخلاقية يتحولون إلى وحوش بشرية. أيضا عندما يكون الميزان لدى البشر هو العرق تكون مثل هذه الفاجعة الإنسانية. عندما يصل إلى القيادة ويتحكم في الأنفس البشرية أو ربما أقول يهدد العالم أشخاص جاءت بهم الأقدار إلى أن يكونوا قادة أو زعماء ولكنهم لا يمتلكون الكفاءة أو لديهم رؤية عنصرية أو لديه أو لا يمتلكون أيضا أي قيم أخلاقية أو سلوكية، أو ربما مروا في حياتهم بهزات نفسية تكون النتائج هي التي اطلعنا عليها في هذه الفاجعة الإنسانية. ما تحدثنا عنه في هذه الرسالة هي حقيقة نؤمن بها وأنا أؤمن بها كمسلم. لابد أن أقول نقول الحقيقة ونتحدث أيضا عن هذا الموضوع باسم المؤسسة رابطة العالم الإسلامي عن هذه الفاجعة الإنسانية. تحدثنا عن بعض التفاصيل في هذا الموضوع. زرنا بالأمس متحف الهولوكوست واطلعنا على المزيد والمزيد من الوثائق التاريخية. سعدت أيضا بأن في هذا المتحف اهتمام آخر إنساني يدل على التجرد ويدل على كل ما تعنيه القيم الإنسانية. وجدت ركن خاص بأساليب الإبادة التي انتهجها النظام السوري ضد الأطفال في سوريا،
وأيضا وجدت اهتمام طبع منشور وسلم لنا عن التطهير العرقي في ميانمار. الحقيقة هذه يعني صور من التلاحم الإنساني الذي يجب أن نقدره. الإنسانية ستعيش في أوج صورها التي نريدها، ستعيش في سلامها، ستعيش بالقيم التي أرادها الخالق لنا جل وعلا. عندما نتجرد عن الكراهية، عندما نجعل الحقيقة والعدالة هي المنطق، ونبتعد كل البعد عن أي سياقات من شأنها أن تحرف أفكارنا أو تحرف ضمائرنا عن كلمة الحق. نعم. شكرا. Thank you. Thank you very much. So, if I could just ask you, in your letter to the director of the Holocaust Museum, you wrote that the Holocaust was, quote, a horror that cannot be denied or underrated by any fair-minded or peace-loving person. And then you wrote, who in his right mind would accept, sympathize, or diminish the extent of this brutal crime? Based on these sentiments, what would you say to someone who suggests that the Jews killed during the Holocaust were themselves responsible for their own killing? What would you say to someone who suggests that somehow the Jews brought it on themselves? نحن دائما نتعامل مع هذه الفاجعة الإنسانية وفق توصيفها الجنائي. أما أننا نقلل من هذه الفاجعة بأي ذرائع من شأنها أن تصرفنا عن إدانة هذه الفاجعة، فهي في تقديري إسهام في تحريف السياق التاريخي وتحريف التوصيف الجنائي لهذه الجريمة الإنسانية. ما عمله هتلر بجريمته النازية كانت امتداداً لإحراقه، لمحاولته أن إحراق العالم أجمع. هتلر لم يكن يوما من الأيام داعية سلام، بل رفع شعاره العرقي الآري، لم يرد أن يكون على أرض ألمانيا إلا عرقه، أو حالت له هذه الخديعة النفسية أنه سيحرف سنة الخالق جل وعلا على هذه الأرض. انتهى هتلر وانتهت جرائمه وسجل التاريخ هذه الفواجع، وبقيت الكرامة الإنسانية وبقي التاريخ يحكي هذه المآسي ويستفيد منها العبر، غير أن البعض لا يريد أن يكتب التاريخ هذه العبر ولا أن يسجل هذه الأحداث. وأنا كنت أقول دائما بأن التصرف الذي تصرفه هتلر في هذا الشأن وفي طبيعة تمجيده الذاتي وعرقيته وتجرده من كافة القيم وجرائمه التي هزت الإنسانية تذكرنا تماما بالجرائم البشعة التي أحدثها هتلر الأول وهو فرعون. نحن عندما نصغي إلى
خطاب الكراهية، خطاب العنصرية، ونبتعد عن وصف الحقيقة، سننجرف ونخرج عن سياق العدالة وعن قول الحقيقة. نعم. Thank you very much. Let's broaden the discussion, Dr. Mohammed. In Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman has said he would like to return his country to an era of, quote, a moderate Islam, open to the world and open to all religions. So let us take a look at each half of this sentence. First, moderate Islam. There was a time when Muslim leaders would reject the very phrase moderate Islam, saying, there is no moderate Islam, there is only Islam. So what, in your view, is moderate Islam? And how does it differ from extremist Islam? سؤال خبير بالفكر الإسلامي. هناك نستطيع أن نقول فعلا الإسلام المعتدل، لأن هناك من يرفع راية الإسلام وهو متطرف، وهناك من يرفع اسم الإسلام ويتحدث باسم الإسلام وهو إرهابي. هذا أصول إسلامية ويتحدث بمفاهيم المتطرفة للنصوص، وعندئذ لا يمكن أن أقول أن هذا الشخص ليست بيئته ولا أصله، أنه ليس من البيئة الإسلامية. نقول هو من البيئة الإسلامية، لكنه يتحدث بإسلام وفق وجهة نظره، الإسلام الذي خطف حقيقته بفكره المتطرف. الإسلام المعتدل هو الإسلام الحقيقي. الإسلام المعتدل هو الإسلام الذي تعايش مع الجميع. الإسلام المعتدل الذي تسامح مع الجميع. الإسلام المعتدل الذي يؤمن بالاختلاف والتنوع والتعددية كسنة وطبيعة من طبيعة الخلق. الإسلام المعتدل يؤمن بحق الآخرين في الاعتقاد، ولا يمكن أن يفرض اعتقاده على الآخرين، ولا قناعاته ولا أفكاره. الإسلام المعتدل يتفهم الاختلاف والتنوع في الأديان وفي المذاهب وفي الأفكار وفي الثقافات، وإلا كان الناس جميعا على هذه الأرض على فكر واحد وعلى دين واحد وعلى ثقافة واحدة. الإسلام هو في أصله معتدل، ووصف الاعتدال في الإسلام وصف أصيل في الإسلام، لكني أصفه بالاعتدال من أجل أن أحذر ممن يرفع شعار الإسلام وهو بهذا لا يمت إلى معاني ومفاهيم الإسلام بأية صلة. عندما لا أفصل الإسلام المعتدل عن تلك الشعارات أخلط الأوراق. الإسلام عبر 1400 سنة تعايش مع الجميع، لكن أحب أن أشير إلى أن هناك تزويرا للتاريخ، وهناك أحداثا دونها بعض المؤرخين ليست من الإسلام. وتعلمون أن التاريخ
يكتبه أشخاص وأيضا ربما حرف عبر الامتداد الزمني. التاريخ ليس نصا إلهيا محميا من التزوير، لكن نستذكر النصوص الدينية في الإسلام والتي جميعها، أنا متخصص في الشريعة الإسلامية ودرست هذه النصوص ومتدين وأعلم حقيقة هذه النصوص وماذا تهدف إليه هذه النصوص. كل النصوص الإسلامية احترمت الجميع، احترمت التنوع. في الإسلام نص قرآني يقول لا إكراه في الدين، وفي الإسلام أيضا نص قرآني يدعو إلى التسامح وإلى الإحسان مع الجميع المسلم وغير المسلم. نص قرآني صريح، لا يمكن أن نجد المتطرفين يستدلون بهذا النص ولا يذكرونه ولا يريدونه، وهو قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيضا في الإسلام الرحمة، يقول نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعايش مع الجميع في مكة وفي المدينة، كان فيه وثنيون وكان فيه يهود أيضا، وتعايش معهم، وكان جاره وهو رئيس الدولة الإسلامية لو شاء لوضع قصر حوله آلاف الحراس، لكنه لم يفعل ذلك وكان جاره يهودي. ولما مرض زاره النبي محمد، هذه حقيقة ليست من مقالي وليس التاريخ مزورا، تشهد بها النصوص الإسلامية المنقولة إلينا. تعامل مع الجميع، تعامل مع المسلمين وغير المسلمين، تعامل خصوصا أيضا ونحن في هذا اللقاء مع اليهود، وكانت هناك معاملة تجارية معهم. توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. هذه نظرة الإسلام. وعندما تكون هناك سياقات أخرى ذكرها التاريخ فإنها بعيدة عن تقدير الإسلام أو تفهم الإسلام لوجود الأديان. لم يكن الإسلام يوم من الأيام آخذا موقفا ليرفض وجود أي دين من الأديان مطلقا، لا المسيحية ولا اليهودية ولا غيرها، بل قال إنه من قتل المعاهد وهو الذي موجود من غير المسلمين بين المسلمين، قال النبي محمد أنه من قتله لم يدخل الجنة. أيضا كان النبي يوم من الأيام جالس
وقد مرت جنازة يهودي فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت الجنازة وقال هذه نفس بشرية يحترمها ويقدرها. هذه ليست من كلامي بل من النصوص الدينية. تعايش النبي مع الجميع وأحب الجميع وتسامح مع الجميع. وأحب أن أشير إلى أن السياقات التاريخية إما أن تفهم خطأ وإما أن تكون مزورة وإما أن يكون لها سياقات ومقتضيات معينة بعيدا عن طبيعة أن هذا يهودي أو مسيحي. Very good. So let me just ask, you just said, you just quoted a line from the Quran about not killing people of other faiths. Can you say for us your view on the idea of targeting civilians, of suicide bombings against civilians? Are targeting, killing civilians ever acceptable under Islam? لم يكن الإسلام يوم من الأيام داعيا إلى قتال ابتداء. ليس هناك مواجهة في التاريخ الإسلامي إلا كانت مفروضة على الإسلام. لم يكن الإسلام يوم من الأيام معتديا مطلقا بحسب التاريخ الإسلامي. والإسلام يجرم الاعتداء على المدنيين والآمنين. ولذلك العمليات الانتحارية التي تكون ضد المدنيين والآمنين هي جرائم في النصوص الإسلامية، تعتبرها جرائم. أنا أحب أيضا أن أشير إلى أن التأويلات التي يصدرها التطرف الإرهابي ويتحدث عنها هي تأويلات تم التصدي لها. تصدت رابطة العالم الإسلامي لهذه الأيديولوجية المتطرفة وتم تفكيك نظرياتها، وهي نظريات هشة وضعيفة لكنها تمددت في السنوات الماضية لعدم مواجهتها وعدم الدخول في تفاصيلها الأيديولوجية. رابطة العالم الإسلامي تصدت لهذه النظريات وهي هشة كما قلت لكم وضعيفة جدا، تم إسقاطها كما يقال في الجولة الأولى. And does your view on prohibiting or criminalizing attacks against innocent civilians apply everywhere, from Cairo to Tel Aviv to New York to Paris? طبعا الإسلام أنا أقول بوجه عام قاعدة عامة ضد الاعتداء على المدنيين، ويجرم الاعتداء على المدنيين في أي مكان على هذه الأرض. Thank you. When we were chatting earlier, you said to me, Rob, when there is peace, we will meet together in Jerusalem. Sorry. I'll say that again.
When we were chatting over dinner, you said to me, Rob, when there is peace, we will meet in Jerusalem. I'm not going to ask you a political question. I have respect that the Muslim World League is a non-political organization. So I want to ask you a question about faith, about belief. If you and I will meet in Jerusalem, is that a mark of respect that Jews, Christians, and Muslims all recognize and are all legitimate in recognizing Jerusalem as a holy city? أعتقد أن هناك مشروع عربي مقدم لحل القضية من جميع الأوجه بحل عادل ومنصف وشامل. هذا الحل نتطلع إليه جميعا وهو ضروري للغاية وهو عادل للجميع. متى حصل هذا الحل؟ سنذهب سويا لنبارك هذا السلام هناك ونتطلع إلى أن يكون قريبا. الجميع يتطلع إلى هذا السلام وسيكون سلاما شاملا يعطي الجميع حقوقهم وبكل إنصاف، وهو مشروع مقدم من سنوات نتطلع إلى أن يتحقق، اللي يتم إيقاف هذا الصدام وهذا النزاع الذي يزداد ألمه ونزيفه كل يوم، وأيضا لن نكون إطلاقا مرتاحين ونحن نرى قتل المدنيين الأبرياء ولن نكون أيضا مرتاحين عندما نرى هذه القضية والتي يمكن حلها عندما نضع بين أعيننا مصلحة الجميع ونقدم الحكمة ونبتعد عن أي طرح قد يسبب المزيد من الافتراق والصراع. أعتقد أن امتداد هذه القضية دون حل ستزيد من النزف وسيعاني منها الجميع وسيزايد عليها الكثير. لا شك أنه يوجد من جميع الأطراف من قد يستفيد من امتداد هذه القضية، لكن الضمائر الحية، الحكماء يسعون جميع دوما إلى إنهاء كل صراع، ونرجو أن يكون ذلك قريبا. Thank you. If you look on your website, the website of the Muslim World League, I saw recently that you did issue a statement about a very important political event. You condemned the chemical weapons attack by the Syrian regime in Douma, calling it a war crime and a crime against humanity. Why did you do that? نعم.
لا شك أن هذه الحادثة أيضا حادثة إجرامية هي حادثة تسمى بالمنطق الجنائي أو بالقانون الجنائي الدولي جريمة إبادة ضد الإنسانية. هذه الأسلحة الكيميائية التي استخدمت ضد الأطفال تعتبر أيضا وصمة من وصمات البشرية، والواجب على العدالة الدولية أن تقف بقوة ضد هذه الجرائم لأنها تلحق العار بالمجتمع الدولي. نعم. Very good. Thank you. Let's talk about for a moment about the Muslim World League itself, about the Rabita. There is a great competition to be the source of authority for Muslims around the world, especially for young Muslims. What does the Muslim World League offer young Muslims today? In other words, why should young Muslims listen to you? الرابطة توجه خطابها للشباب المسلم وتوجه خطابها أيضا للجميع حتى لغير الشباب. طبعا تركز على الشباب لأنهم فكر وأمل قادم، وتوجه خطابها أيضا لغير المسلمين من الشباب وغير الشباب. خطابنا عالمي ويركز على العمل على إيضاح حقيقة الإسلام المتسامح المتعايش المتحاب مع الجميع، وأيضا خطاب الرابطة يواجه رسائل التطرف أيا كانت، سواء كانت من الداخل الإسلامي أو من خارج الداخل الإسلامي. هناك أصوات كراهية تصدر من المتطرفين المحسوبين على المسلمين، وأيضا من المتطرفين من خارج الإطار الإسلامي حول العالم، سواء هذا التطرف اللي من خارج موجه ضد المسلمين أو غير المسلمين. أيضا نحن لا نريد أصوات الكراهية مطلقا، فهناك نظريات كراهية يتحدث عنها بعض المفكرين ويحاول أن يؤسس لهذه النظريات ويؤكد أن البشرية في صراع دائم، ونحن ضد هذا. الخالق جل وعلا ما خلق البشر ليكونوا في صراع دائم. الله جل وعلا لا يمكن أن يأمرهم بشيء مستحيل ولا يطالبهم بشيء لا يمكن تحقيقه. الإنسان له قناعته الدينية، قناعته المذهبية، قناعته الفكرية، قناعته الثقافية، قناعته الحضارية، قناعته الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، لكن يجب أن يتفهم قناعة الآخرين، وليس بالضرورة أن يقتنع بها، يتفهمها. عندئذ نكون على قدر من الوعي. عندما نحترم الآخرين نحترم أنفسنا عندئذ، ونجعل الآخرين يحترموننا. نظرة العرقية، الكراهية، رفض الآخر، إقصاؤه، هذه أساليب جربها من قبلنا عبر التاريخ الإنساني
ولم تجلب ولم تنتج إلى الحروب سواء كانت حروب مسلحة أو حروب باردة. So, Dr. Mohammed, I think you know, Dr. Mohammed, that critics have accused the Muslim World League of supporting institutions, mosques, madrasas, that have not taught the sort of moderate Islam that you advocate, but rather an intolerant version. It wasn't too long ago that the Crown Prince of Saudi Arabia actually said, "We've succeeded to a large extent in reducing extremism in our religious institutions. We used to have about 60% extremists, 40% moderates. Now we have just 10% extremists, and the rest are moderate, open-minded, enlightened people." So what can you say about what the organization has done in the past and what it is supporting now? And is it accurate to say that the League no longer funds any institution or school that advocates extremist Islam? رابطة العالم الإسلامي هي منظمة عالمية جامعة للشعوب الإسلامية وأيضا تتواصل مع الشعوب غير الإسلامية من أجل التعاون لتحقيق المشتركات التي نتطلع إليها جميعا وأهمها إحلال السلام والوئام الإنساني ونشر التسامح والمحبة وتفهم سنة الخالق في الاختلاف والتنوع والتعددية. رابطة العالم الإسلامي هي رابطة قوية لها ثقل ووزن كبير في العالم الإسلامي. إذا تحدثت الرابطة أصغى العالم الإسلامي إليها. لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنها المنظمة العالمية الوحيدة الجامعة للشعوب الإسلامية من 60 عاما، ولأنها أيضا تتحدث للعالم الإسلامي من قبلة المسلمين وهي مكة المكرمة. عندما تتحدث يقال تحدثت مكة المكرمة. وأيضا مجلسها الأعلى يتكون من 60 عالما من كبار علماء العالم الإسلامي من الدول الإسلامية. وأيضا ينضم إليها في المجلس الأعلى رؤساء حكومات سابقين في الدول الإسلامية. عندما تحل وتذهب رابطة العالم الإسلامي في أي مكان في الدول الإسلامية تستقبل على أعلى المستويات ويتم رعاية مؤتمراتها عن طريق رؤساء الدول وملوك الدول. وهي أيضا محل ترحيب وتقدير في عموم الدول غير الإسلامية. رابطة العالم الإسلامي هي بهذا الثقل وهذه الأهمية، وهذا يحملنا المزيد من المسؤولية. سأذكر نموذجا. عندما تحدثنا في مناسبة الهولوكوست ونشرنا خطابنا الموجه إلى السيدة رئيسة المتحف السيدة سارة
تلقيت العديد من رسائل التأييد من كبار علماء العالم الإسلامي. ولم يرد إلى رابطة العالم الإسلامي ولا رسالة واحدة تندد أو تعتب، لأن الجميع يعلم أن رابطة العالم الإسلامي عندما تتحدث عن رصيد من المعلومات ورصيد قوي من القناعة ولا ترتجل خطابها ولا آراءها التي تقدمها. محاربة الأفكار المتطرفة يعود بنا إلى حقيقة الإسلام. هذا الدين الذي لو لم يكن متسامحاً متعايشاً مع الجميع لانقرض في قرنه الأول، كما هي سنة الخالق جل وعلا مع كل معارض ومضاد ومصادم لطبيعة الحياة. من يصاد ومن يضاد طبيعة الحياة ينتهي، لا يمكن أن يبقى 1400 سنة ويزداد قوة وحضور واحترام للآخرين. نحن تعلمنا الإسلام، درسنا النصوص الدينية، نحن من علماء المسلمين، نؤمن بهذه الأفكار عن قناعة وعن رصيد من النصوص الدينية نفهمها كما يجب أن يفهم الإسلام الصحيح. نعم. Very good. Thank you. So I have two more questions, Dr. Mohammed. You are here in Washington. You are a faith leader in a very political city. Is there a useful role you would like to see the United States play in countering extremism? Is there a role for the United States government in fighting against extremism? Or is this something that we should leave to people like you and to Muslim religious institutions? Is it only a matter of faith, or is there also a role for government? نعم، سيكون لأمريكا ولغيرها من الدول غير الإسلامية دور كبير، ولا سيما لأمريكا بحكم حجم وقوة أمريكا وتأثيرها العالمي ووزنها الدولي وأيضا منطقها الحضاري في المنظومة الحضارية العالمية. هذا الدور لا يمكن أن يتركز على تفسير النصوص الدينية وتأتي أمريكا وتقول المقصود من هذا النص الديني هو كذا، تفسير الإسلام هو كذا. لا يمكن أن يكون هذا إلا من الداخل الإسلامي، هذا أمر منطقي. لكن يطلب من الدول غير الإسلامية وأمريكا تحديداً أن تواجه أيضاً أصوات التطرف التي تثير الكراهية وتدعم التنظيمات الإرهابية التي تستفيد من أصوات الكراهية. أول المرحبين بالإسلاموفوبيا والمصفقين للإسلاموفوبيا هم داعش، لأنها ستحصل على المزيد من الأتباع. ولذلك أصوات الكراهية ضد الإسلام أو ضد الأديان عموما، إسلاموفوبيا أو الدين
religious phobia. تماما هذه أمور مرفوضة يجب احترام قناعة الآخرين وإذا أخطأ بعض أتباع الأديان لا يمكن أن أحمل الدين هذا الخطأ. كم من رأي عبر التاريخ رفعت باسم الرب وسالت بسببها دماء وصارت مجازر إنسانية ولها أهداف سياسية والرب يمقتها كل المقت والجميع يلعنها بينما رفعت زورا وبهتانا وكذبا راية الرب. كم قتلت أنفس باسم الهرطقة وباسم مواجهة النصوص الدينية وتمت إعاقة التنوير والحضارة البشرية باسم الدين. والدين الحقيقي بريء من ذلك كله. صارت حروب تعرفونها عبر التاريخ في الشرق والغرب، دماء سالت، قتل الملايين، قد رفعت رايات دينية في هذه الحروب. هل كان الخالق يدعو إليها كما يدعي المزورون على الخالق والكاذبون على الخالق؟ إذن يجب أن لا نلوم الدين ولا نسب الدين ولا نخاف من الدين إذا كان بعض أتباع الدين قد أخطأ على الدين وزور نصوص الدين. نحارب الأشخاص ولا نحارب الأديان. نعم. Just on your last thought, given that you had said how many innocent people died because of religion, would you be willing to share a document with a Christian leader, with a Jewish leader, with leaders of other religions that say no to killing in the name of God, that there is no justification for killing in the name of God? Would you be willing to support a statement that rejects all killing in the name of God? What do you mean, please? What I mean is, as you said, there are extremists. There are extremists in Muslim faith, extremists in other faiths, who cite God as their reason for killing. Would you be willing to say no? If you have a political dispute, that's one thing. But God is not the reason for killing. أقرب طريق لإقناع الناس هو الطريق الروحي، فكثير من الناس، ولا أقول الأكثر، كثير من الناس متدينون أو يحترمون الأديان، وبالتالي إذا كان لدى السياسي الذي ليس لديه قيم مشروع سياسي وكان بإمكانه أن يوظف الدين للوصول إلى هذا المشروع بكل سهولة أو يتخطى العقبات، فإنه لن يتردد في ممارسة البروباغاندا في التأثير على العقول. هتلر استخدم البروباغاندا
فهناك أيضا استخدام مقابل ديني. استخدمت الأديان لتحقيق أهداف سياسية وأهداف مادية. وهناك مثل يقول الدين كالصقر، من أرسله صاد به. بالتالي يرسل الناس بعض السياسيين وبعض الماديين هذه الأداة القوية المؤثرة على العقول وعلى الوجدان وعلى الضمائر لهذا التوظيف. حسب إحصائيات رابطة العالم الإسلامي، فإن الحروب الإنسانية عبر التاريخ الإنساني منذ سجلت وجود الأديان حتى اليوم، نسبة 70% من الحروب البشرية كان للأديان، كان هناك توظيف للأديان فيها، وهو رقم خطير وبشع ومقلق. فمن كان له هدف سياسي، ونحن نعلم أن له هدف سياسي والدين بريء من هذا الهدف، يجب أن نقول لا تستغل الدين، ونصالحه في هذا أيا كان مكانه، عند داعش، القاعدة، عند أي متطرف حول العالم، أي موظف للدين حول العالم. هناك شعارات أيضا تحولت إلى شعارات طائفية. هناك أناس نعلم أنهم ليس لديهم دين حقيقي ودخلوا السياسة، ممارساتهم وتاريخهم الشخصي معروف، لكن يرفعون الشعارات الطائفية ويصفق لهم الجماهير. ويتحدثون أمام في المنصات الدولية بشعارات دينية. Very good. Thank you. So just finally, Dr. Al-Issa, when you complete your service as head of the Muslim World League, what would you like to be able to say to your four children that you accomplished? What would you like to be able to say to your children that was your greatest achievement as head of this global Muslim organization? إذا حققت هدفي في تحصيل القدر الذي أتطلع إليه من الوئام الإنساني والسلام العالمي عن طريق القوة التي لدينا وهي رابطة العالم الإسلامي، عندئذ سأكون سعيدا ومفتخرا باغتباطي وراحتي وفرحي بهذا القدر الذي حققته متى تحقق ذلك. وأعتقد أن هذا هو ما يمكن أن يأمله كل إنسان. هدفنا وهدفي هو أن نزيل الكراهية ونزيل الحواجز النفسية ونجعل البشر يعيشون بسلام، وكل منا يطلع ويقرأ ويختار ما يقتنع به وهو مسؤول عن اختياره، لكن لا نتحارب، لا تكون هناك كراهية، يجب احترام الآخرين، احترام كرامة الآخرين، احترام حريات الآخرين، يجب أن يسود منطق العدالة، يجب أن تسود الحقيقة. هذا أكبر مكسب يمكن أن يتمناه
كل شخص في هذا العالم. نعم. Peace, coexistence, respect and dignity. Dr. Mohammed Al-Issa, thank you very much for joining us at the Washington Institute.